الحقيقه الاستاد جاهز لتقديم وجبه مليان جمهور كرويه ممتعه. نفتقد الجماهير طبعا. انا الشكل ده حتى حاسس بالديكور اللي موجود بالديكوريشن. من وجهه نظرك يا كابتن ايه التشكيل المثالي من وجهه نظرك انت؟ بقى شريف لا وجهه نظرك انت تشكيل انا بس هختلف بين ايمن اشرف وياسر ابراهيم يعني اعتقد ان ربيعه هيبقى هو ياسر ابراهيم وفتحي ومعلول. فتحي يبتدي مش حلو. فتحي والشناوي في الاول طبعا والثلاثه زي ما اقول ديانجو والسولية وحمدي فتحي. انا كنت امبارح بقول في الاستوديو هنا ان جيرالدو لو كان موجود في الفرقه يعني لو حطوه في الفرقه فهو بيعتمد عليه في سرعاته وحاجات كده فكنت حاطه انا امبارح. بس انا اعتقد النهارده هيبقى في قفشه في ناحيه اليمين واجاييه وبادجي يعني هو ده. طب دايما يا كابتن بنقول على وليد سليمان التغييره الذهبيه للنادي الاهلي بس مش شايف انه جه الوقت ان هو في ظل الغيابات الموجوده الكتيره دي ان هو ينزل نبدا بيه اساسي؟ والله هي بتبقى وجهات نظر فايلر يعني مستر فايلر هو اللي بيمرن الفرقه وعارف امكانيات البدنيه بتاعت الفول باور بتاع وليد قد ايه. أيوه. انا بستفيد بيه نص ساعه انت عارفه الماتش بيخلص في ثانيه فلما يبقى عندك حد بيجدد ريفريشمنت للملعب كله وبيستلم وبيهز الخصم ولعيبه تمتع بالتصويب بالمراوغه بالاستلام بالاسيست فده كنت بتحتاجيه في فتره معينه يمكن ما يكونش عندك قاعد بره وممكن ينزل يلعب في اول مباراه يصاب من اول الضغط كله بيبقى في انهي في اول ربع ساعه ثلث ساعه الفرقتين بيبقوا عايزين يبقى ليهم الغلبه او ليهم الوجود في الملعب. أيوة. وبتبقى في حاله لسه جس نبض وكلام مع بعض وبتبقى العضلات متنشنه لسه والدنيا يعني عايز وليد اتفرج بقى احمد بره شاف الملعب كويس قوي الثغرات اللي جوه شكلها ايه كون فكره ينزل بيها الملعب يقدر يأدي بالارتياحيه اللي هو بيحبها يعني.